السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نتقاسم معكم طاجين ديال السمك القرب، كيجي من آلة وأروع ما يكون بالخضرة، كيجي معلك وبنين بزاف واقف في الزويتة ديالو، تاكلوا عليه صبيعتكم بطريقة بسيطة جدا ولكن البنة كيجي يا سلام. المهم نطولش عليكم، ندوزو المقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. بسم الله على بركة الله. عندي هنايا نص كيلو ديال السمك أو الحوت القرب، المهم يكون الحوت الأبيض. صراحة الحوت الأبيض كيجي زوين في الطاجين، يكون مغسول وكل شيء منقي مزيان. عندي هنا في هذا البول هذا غادي نحتاج تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال القزبر والمعدنوس، يكون منقي ومغسول مزيان ومقطع. وعندي هنايا 3 ديال الدروس ديال التومة محكوكة بالنسبة للشرمولة. هذه غادي نحتاج واحد عصير نص حامضة، هاد الحامضة هادي راها كبيرة، إلا كانت حامضة صغيرة ديرو عصير حامضة وحدة. وضفت واحد 4 كاس ديال الماء، 4 كاس ديال الماء عبارة بالكاس ديال العنبة. ضفت بالنسبة للتوابل شوية ديال الملح حسب، وشوية ديال الكمون، وشوية ديال التحميرة. وعندي قل من نص كاس ديال العنبة ديال زيت الزيتون، الحوت كيبغي زيت الزيتون. التحميره اللي كنكثروا شي شويه ولكن ما تبالغوش بزاف باش ما يجيش المذاق ديالها ما مقبولش. صافي هذوك هما التوابل، درنا الملح البزار الكمون والتحميره او البابريكا. صافي وكنخلط هاد الشرموله هادي. المهم من بعد راني درتها هنايا في هاد الاناء هذا، حيت هاد الحوت هذا غادي نخليه مرقد واحد شويه. غادي نشرمل الحوت، صافي وغادي نغطي عليه. المهم انا خليته تقريبا واحد ساعتين، قد ما خليته في الشرموله كيتشرب الحوت، كيتشرب لينا ديك العطريه ودوك التوابل وكيجي بنين بزاف. ملي دازت ساعتين والحوت عندنا مرقد في ديك الشرموله، عندي هنايا طاجين درت حبه ديال الخيزو، الحجم ديالها كبير شي شويه. المهم خيزو قطعته قشرته وقطعته دوائر، وحبه ديال المطيشه حتى هي كبيره، الا كانت صغيره مطيشه ديروا 2 حبات. المهم نص حبه ديال المطيشه درتها فوق خيزو، النص الاخر غادي نخليه من بعد حتى نديرو فوق الحوت. صافي وغادي ندير الحوت بهذا الشكل هذا، غادي نسته. عندي هنايا فلفله، غير فلفله وحده قطعتها دوائر وحيت لها الزريعه، غنديرها غنديرها فوق مطيشه. هنايا درت مطيشه اللي بقات ليا، داك نص حبه ديال المطيشه كنستفها بهذا الشكل هذا. غير جربوا هذا الطاجين هذا بهذا الشكل هذا، والله ما تشبعوا منه، كيجي خطير وبنين بزاف. خديت هنايا الفلفله. بالنسبة للخضرة درت حبة ديال الخيزو، حبة ديال المطيشة، وحبة ديال الفلفلة. صافي هنايا غادي نخوي ديك الشرمولة اللي كان مرقد فيها الحوت، غادي ندير هنايا شوية ديال الحامض، غادي ندير الفلفلة حارة، وعندي شوية ديال الزيتون، وغادي ناخذ شويه ديال زيت الزيتون اللي بقى ليا من داك زيت الزيتون اللي درت في الاول. درت قل من نص كاس ديال العنبه ديال زيت الزيتون، نص درته في الشرموله والنص خليته حتى استفت الخضره عاد باش درته من الفوق. صافي غادي نغطي على الطاجين وغادي نديرو على نار مهيله. خدا ليا تقريبا 45 دقيقه، النار تكون مهيله كما قلت لكم، راني دايره غير على الراس صغير، وضروري تحط الطاجين كما معروف راه كنديرو ديك الحديده هكا باش ما يطرطقش لينا، من الاحسن ما تجهدوش على الطاجين. المهم الطاجين راه كنجهد عليه المره الاولى حيت كيكون بارد باش يسخن ليا دغيا، ملي كيسخن صافي راه كنقتل العافيه، كنخليه يطيب على المهل. وهنا كما شفتوا معايا ملي سخان الطاجين وداكشي تقريبا طاب نص طيبه، كيطلق داك المرق، الحوت راه كيطلق لينا الماء. من الاحسن ما تقووش الماء بزاف المره الاولى في الشرموله، ديروا غير 4 كاس. كنبقى نهز هكا بالمعلقه وكنخوي على الخضره من الفوق صافي حتى حتى كيتعلق وكيوقف لينا في الزويته ديالو. وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى لا فيديو ديال اليومين ينال اعجابكم، وكنقول لكم مع فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.